طيب بالبدايه نذكركم بطريقه التواصل ويانا عن طريق التليجرام ورقم الظاهر اسفل الشاشه، اللي حبيت يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم يرسل رساله مختصره بها المعلومات الكامله حتى احنا نقدر نوصل للجهات المعنيه. دائما ننوه ايضا ملاحظه مهمه انه احنا لا نرد على الرسائل فقط نقراها وقت بث البرنامج، او احيانا احنا نتابعها يعني بعد انتهاء البرنامج، نحن نقرا كل الرسائل ونحاول انه هناك رسائل متكرره او هناك رسائل دون دليل، وهناك رسائل مهمه حقيقه احنا نتواصل مع اصحابها وايضا نرسلها للجهات المعنيه حتى يتم حل هذه المشكله، وهي تعبر طبعا كل الاراء وكل ما يكتب في الرسائل تعبر عن راي المتابعين ولا تعبر بالضروره عن راي اهل المدينه ولا الشرقيه. رح نبدي احنا مشوارنا بالاستطلاعات من موضوع مهم جدا وهو امام انظار وزارة السياحة العراقية وهيئة السياحة ومجلس محافظة النجف. يمكن حتى كربلاء هي ايضا من ضمن المدن اللي هي يعني يخصها هذا الموضوع، لكن اليوم تقريرنا واستطلاعنا من النجف موضوع يخص السياحة الدينية. هناك هيمنة، هناك شكاوى وصلت انه هناك شركات ايرانية، او بالتحديد هم حددوها بشركة واحدة ايرانية مسيطرة ومهيمنة على القطاع السياحي الديني بالذات، هي تفرض هي كل المتعلقات فيما يخص السياحة الدينية في النجف هي مسيطرة عليه هذه الشركة، المبالغ، العقود، الغرامات، ما يتم دفعه وشراءه وبيعه، كل هذه الأمور، كل هذه المتعلقات هذه الشركة الإيرانية هي مسيطرة عليها وكأنما هي في بلدها. هذا الموضوع من المفروض وزارة السياحة تتدخل بشكل حقيقي لإيقاف مثل هكذا، هذا انتهاك للسيادة. الشركة الإيرانية المفروض هي تكون مسيطرة في بلدها، بالعراق شركات عراقية وخاصة وزارة السياحة وهيئة السياحة مجلس محافظة النجف هو المفروض يكون مسيطر على هذا القطاع. ترى أكو ناس كثيرة ما تعتمد على النفط، تعتمد على السياحة. إحنا المفروض أنه حاليا بما أن هناك تذبذب كبير في أسعار النفط المفروض إحنا نلتفت للسياحة الدينية لأنها وارد مهم ووارد حقيقي، وايضا التفت للزراعه، لكن للاسف احنا في بلدنا المستفادين غير بلدان ومن ضمنها هسه ايران مسيطره بشكل كبير على موضوع القطاع السياحي الديني في النجف. شكاوى كثيره من اصحاب الفنادق ومن يسكن هناك في النجف، نتمنى من وزاره السياحه الوقوف عند هذا الموضوع المهم جدا والحساس واللي بيه انتهاك لسياده العراق. نتابع. الموضوع اللي احنا بصدده انه الزوار الايرانيين وسيطرتهم بشارع النجف خصوصا، يعني الفندق مظلوم او بالاحكار محكوم من قبل الشركه الايرانيه. شلون محكوم بالشركه الايرانيه؟ يعني العقوبات، التوريد، اي شيء، اي دور للسياحه العراقيه ما موجود الا بهذا الموضوع، كل دور نهائيا مغيب نهائيا الدور. يعني بالنسبه للعقود، العقود خارج عن سياقات الدولة العراقية، من ضمن سياقات هي الشركة اللي جاي، شركة اللي موجودة بالنجف، العقوبات، الأسعار، كل شيء، يعني أي متعلقات للحكومة العراقية ما موجودة، مغيب دور هيئة السياحة العراقية أو وزارة السياحة. يعني الشركة ممكن أن تعاقبك في أي وقت؟ نهائيا ما لها كل دور، يعني بدون علمهم. يعني هسه مثلا أنا الفندق مالتي معاقب على شنو ما أعرف، الحكومة وزارة السياحة وهي العراقية ما لها علم بالموضوع وخارج عن يعني خارج عن إطارات القانون العراقي. للأسف سوء إدارة، والشركة الإيرانية عبارة عن تاجر جشع يحاول يمص دمك بكل ما بكل فقرة. يعني مثلا أشرح لك، اليوم من تجيك القطوعات أنا شنو علاقتي بالزائر؟ أدفع له 35 سنت عن كل زائر يطب العراق يطب فندقي ياخذوا من عندي 35 سنت على 2% حوالة، أنا شنو علاقتي بالحوالة؟ اسكان مأجرين ب 60,000 دولار بأحد الفنادق جناح، ياخذون من كل باص 35 دولار، حسبناها 25,000 باص بالسنة، قاعد يستقطعون من الفنادق 875,000 دولار مقابل هم مأجرين ب 60,000 دولار، إضافة لها أنا منطي غرفة مجانا. المدير الإسكان ومدير ثابت قاعد يعطي غرفة، يعني غرفتين مجانا. إضافة لهذا قاعد يقطعون من عندنا حملة دار وروحاني نفرين بكل منفيس مجانا. الدولة تاخذ 10 دولار مال السياحة، أنا أدفع من عندي أبو الشركة يذبح على الفندق، وهذا إجحاف إيش بقى بيه؟ هو 12 دولار، يعني الفندق يقوم يمسح إيده بالحياة، لا يقدر يسدد قائمة كهرباء ولا يقدر يسدد تصريف عماله. النجف ميناء يستقبل زوار من كل الجنسيات، مو شرط إلا الزائر الإيراني.
نخليه اخر فقره زائر ايراني. عدل اسعاره فبها، ما عدل اسعاره ما عندنا شغل وياه. فاصبح اللاعب الوحيد في الساحه والمتصرف بالفنادق هو الجانب الايراني، بحيث يتمكن من ايفاد 100 نفر يوميا او 5000 نفر، وبالتالي يؤثر على جميع اصحاب الفنادق. هذه من ناحيه الجانب اعداد الزائرين، نعاني بالدرجه الاولى على تخصصهم. السياحه الدينيه ليس للايرانيين فقط، يجب على الدوله العراقيه الانفتاح على جميع الجنسيات. ما معنى ان تكون هذه المليارات من البنى التحتيه، اكثر من 5 مليار دولار قيمه الفنادق في النجف، الآن في هباء منثورة، لا جدوى من مصلحة بناء الفنادق الآن. وإذا أنت ما تدفع عنه هذين الاستقطاعات أو ما تمشي ويا التيار اللي يردوه، أنه راح يغلقون فندقك. بهذا السبب أنت راح يعني فندقك معيش لفد 10 عوائل بالعراق بحالة بهاي الظروف التعبانة وبهاي الحالة الاقتصادية المتواطئة، راح ينسد فندقك وراح تقعد يعني أنت تباوع للفندق انه هو مسدود، ماكو وارد، ما تقدر تدفع للعمال. مشكلتنا ماكو اداره يعني بيننا وبين، صار المسلط علينا. يعني يمكن هسه من وراء هذا اللقاء راح يقعدون فندقي، ماكو ناتج. المشكله الرئيسيه هو الاسعار الاجنبيه، اسعار الشركات الاجنبيه مثل الشركات الايرانيه التي تفرضها على الفنادق. واحنا جايين نشوف اليوم يعني الفندق مهيئ، او يمكن امام الكاميرا حاليا الفندق بدرجه الدرجه الاولى والثانيه، يعني يستقبل الزائر الايراني. احنا هذا ما عندنا عداء يعني اي زائر او الموجودين، احنا مشكلتنا هو اقتصاد المدينه. نستقبل الزائر الايراني ب 12 دولار بما فيها وجبه اكل وبما فيها نقل، فهاي يعني اجحاف بحق اصحاب الفنادق، بل اجحاف بحق اصحاب يعني المدينه، لان احنا اقتصاد السياحه من اقتصاد المدينه وابناء المدينه. يعني الموضوع مو بس مهم وانما خطر بنفس الوقت. صعب انه احنا نشوف بلدنا بيد يعني شركات او بيد ناس مو من اهل البلد. هذا الموضوع يحمل غصة كبيرة، حتى لو كانت إيران هي جارة، لكن مو معناتها أنه إحنا نسلم مفاتيحنا إلها. مفروض أنه إحنا عندنا سيادة وعندنا دولة وعندنا وزارات وعندنا، وبلدنا أهم من أي بلد آخر. إحنا المفروض كل الأشياء تكون بيدنا، وهذا هو موضوع مهم. يمكن يكون مو بس بالنجف الأشرف، وإنما قد يكون الموضوع موجود في بقية المدن وإحنا ما نعرف. يعني هذا وصلت شكاوى، وبالتالي يعني تم صناعة مثل هكذا استطلاع وهكذا تقرير وكشفنا الموضوع. نتمنى من وزارة السياحة أن تأخذ حاليا دورها وأن تقف وتروح تشوف وتسوي تحقيق بالموضوع، شنو سر هذه الشركة الإيرانية التي تسيطر وتهيمن على القطاع السياحي، وبالتالي مسوية خسارة كبيرة لأصحاب الفنادق وللعراق ولاقتصادنا. وموضوع كبير يحتاج إلى فعلا وقفة جادة من وزارة السياحة.